قطر أعلى الدول العربية تسجيلا للإصابات بفيروس كورونا. فقد تأخرت قطر في وقف رحلاتها الجوية مع دول سجلت أعلى نسب للإصابة في العالم مثل إيران، ما أدى لانتشاره في قطر. وإذا كان النظام لا يبالي بحياة مواطنيه فهو لم يعر العمالة الوافدة أي اهتمام من الأصل. منظمة العفو الدولية كشفت عن إصابة عمال في قطر بفيروس كورونا، وقالت إن السلطات القطرية رفضت علاج العمال ووضعت أعدادا كبيرة منهم في أماكن غير مؤهلة للتعامل مع وباء بهذه الخطورة. In this video, because I'm in quarantine by the government of Qatar, we are situated next to the Qatar Rescue Animal Shelter, 30 or 35 minutes kilometers outside Doha. This is the accommodation. We don't have a light, so it means that my phone is gonna die soon because I have only 20. Oh, yeah, bro. Why did you tell us? العفو الدولية كشفت أن الحكومة القطرية أغلقت أجزاء من المنطقة الصناعية في الدوحة بسبب مئات الإصابات بفيروس كورونا، وذكرت أن العمال يعيشون أوضاعا مزرية في أماكن مكتظة تنقصها أبسط الخدمات مثل المياه والصرف الصحي، ما يهدد حياة مئات العمال. Brought us to the middle of the nowhere, and now we are stuck here with full pandemic coronavirus. But this is how they deal with the situation. Actually, it's like they wanted to spread it even more. See? النظام القطري لم يكتفي بذلك، بل رفض تعليمات منظمات عالمية لعلاج العمالة بتجهيز مستشفى طبي كامل، كما رفض عودة العمال للعلاج في بلادهم وهدد من يحاول السفر منهم، ما أدى لتظاهر العمال في شوارع الدوحة. تعامل النظام القطري مع العمال الأجانب يؤكد ما ذهبت له تقارير عالمية من قبل، وصفت قطر بدولة العبودية الحديثة للعمال، وهو أمر ظهر بجلاء في زمن تفشي كورونا.